السلام عليكم يا دكاترة، نكمل مع بعض جزء الدرماتولوجي. احنا كنا وصلنا لللمب سكين ديسوردرز، وده ان شاء الله مع بعض المحاضرة السابعة ان شاء الله. بالنسبة لللمبس هو المقصود بيها هي الذراع والأرجل، طبعا بدون الفوت والهاند، اليد والقدم ده هيبقى لها سكين ديسوردرز خاصة بيها، ده غالبا المحاضرة الجاية إن شاء الله في هذه الحلقة. لو بصينا في السلايد رقم 2 هنلاقي إن إحنا عندنا الأسامي الديزيز اللي هي في هذه الحالة معانا في اللامب ديسوردرز، وهنلاقي إن إحنا عندنا يعني حاجات خدناها وفي حاجات ما خدناش. اللي بالأحمر ده اللي إحنا مرينا عليه واتاخد في هذه الحالة، هتلاقي عندنا مثلا الفيتيلجو اتاخد، الفنتايل اكزيما، التينيا كوربورس، السكيبز، الابتايجو، دي كلها اتاخدت معانا. عندنا فيها حاجات تانية ما اتاخدتش وهنبتدي نمر عليها في اللاب ديس اوردرز، اللي هي السورياسيس اللي هي الصدفية، واتوبيك اكزيما اللي هي الاكزيما اللي هي المشهورة طبعا، والكونتاكت درماتيتس، سيلولايتس، ارتكاريا، والريسيبلس. طبعا هناخد احنا خمسة، هيتبقى بس الاتوبيك اكزيما هي دي اللي هتاخد مع جزء الهاند والفوت لانها المور كومن في الأجزاء. لو بصينا للسلايد رقم 3 هتلاقي إن هي بتطبق الأفكار دي. طبعا إحنا طبعا تبسيطا لوصول المعلومة إحنا عاملين ترقيم لكل حاجة بحيث الناس تبقى المفروض بعد ما تخلص المحاضرة تتوقع أو تبقى عارفة مثلا إيه الأمراض دي. طبعا من الأول أنا رقمتها لكم باسم الديزيز وفقا للسلايد اللي قبلها. فهتلاقي عندنا مثلا رقم 10 دي امبيتايجو، كنا احنا قلنا في نوع من انواع الامبيتايجو اللي هو البولس امبيتايجو، ودي طبعا قلنا لما بيعمل ابريجن لاي حبايه وفجاه ان هي تعمل بولة، وقلنا طبعا السبب في هذه الحاله كان انفكشن. رقم 9 عندنا السكيبز، وطبعا بجانب الحبوب اللي انت شايفها في ايده دي او لازم هيبقى معاها كلمه نوكتورنال بيلورايتس. وعندنا في رقم 6 تينيا كوربوريس، وزي ما انت شايف الليجن في حجم كوين السنتر هيلث سكين، البريفرال سكين او الايدج او المارجن بيبقى سيرسينيت ويبقى انفليمد وبيبقى فيها مايلد ريتيشن، وزي ما تيبيكال زي ما احنا شايفين. عندنا الفيتيلجو رقم 6 رقم 4 ودي اتكلمنا عنها باستفاضه. 5 اللي هي الانفنتايل اكزيما، وخدناها في الفيس سكين ديس اوردرز اللي هي من الستارتنج سايت من اللي بيبقى الفيس، واتشرحت مع الفيس ديس اوردرز. خلينا نبدأ أول حاجة اللي هي الأرتكاريا اللي هي برضو مشهورة بكلمة الهايفز. كلمة الهايفز دي ده البابليك تيرم بتاعها، إنما كلمة أرتكاريا كميديكال تيرم ده أكتر حاجة مشهورة معاها. الأرتكاريا عشان نبقى عارفين هي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن نتيجة الريليت أوف هيستامين، يعني الإنفلاميشن في هذه الحالة أو نتيجة الكونتاكت ويز سبستانس أو أليرجيك أو إريتنج سبستانس، المهم ادت الى ريليز اوف هيستامين. والريليز اوف هيستامين ده عامل فازو دايريتيشن، ولما بيحصل فازو دايريتيشن في الكابيلاريز طبعا بتزيد البرميابيليتي، فبيطلع البروتين والفلويد، والفلويد بتيجي تتجمع في طبعا احنا عارفين الكابيلاري في السكين موجوده فين؟ في منطقه الدرمس. فلما بيطلع الفلويد فبتدي يعمل نوع من الايديما والسوولن في السكين. المهم في حاله الريليز اوف هيستامين والريلي او انكريز البرميابيليتي والاكسترافازيشن اوف فلويد من الكابيلاري لمنطقه الدرمس وزياده حجم الدرمس، وبالتالي يحصل ما يسمى الاديما او السوولن سكن، ده بيبقى كاركترستيك فيتشر اوف ارتكاريا. خلي بالكم الارتكاريا قد تكون هي لوحدها سيمبل سكن ديس اوردرز، وممكن تكون جزء من لارج مانيفستيشن او كومبليكيتد مانيفستيشن، وهو الانافلاكتيك شوك لو احنا خدناها قبل كده في الترم الاولاني. الانافلاكتيك شوك لو احنا فاكرين كانت بيبقى معاها اعراض كتيره جدا، منها الهايبوتنشن والديكريس في السيركيوليشن، وكان بيبقى معاها الانجيوديما، وقلنا بيبقى معاها كمان الارتكاريا. وقلنا في هذه الحاله الارتكاريا بالنسبه لنا يعني تعتبر سيمبل، ولكن في الحاله في هذه الحاله والاهم هو انقاذ السيركيوليشن عن طريق حقن الادرينالين. الانجيوديما لو بتصاحب الارتكاريا ده مع يعني ده معناه انت دخلت في انفلكتيك رياكشن، وده بيبقى مور سيفير هايبر سنسيتيف رياكشن، ودي بيبقى في هذه الحاله بتحس ان بيبقى في
ضعف، وقلنا في هذه الحاله لازم تلحق البيشنت اللي يبتدي يحصل نوع من الدراوزنس والهايبوتنشن. طبعا لو في حاله انجيوديما فانت لازم تلحقه. الارتكاريا لو هي سيمبل لوحدها فانت ممكن تلحقها او ممكن توديها للفيزيشن، المهم تبقى. طب سبب الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن قد يكون الرجيك سبستنس، وده الموست كومن، لان الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن في الرجيك سبستنس بتعمل انجين انتي بودي رياكشن، وقد تكون الريتنت سبستنس. من اشهر الامثله اللي هو بويزن اي في، ويمكن اعتقد اتكلمنا عليه قبل كده، وان بويزن اي في ده حاجه الانسيدنس بتاعها كبيره في امريكا. ده نوع من انواع الشجر الصغير كده بيطلع عشوائي في وسط يعني وسط الزرع الطبيعي بتاع الحدائق، فبالتالي الاطفال هم ساعات بيلعبوا ويخبطوا بس بايديهم في الزرع الصغنن ده، ويبتدي يحصل لهم نوع من الانفلكتيك رياكشن. البويزن ايفي فهو بطبيعته هو الريتن سبستنس، وطبعا ده مشهور بره وبياخدوا عليه اهتمامات كبيره جدا، ومشهور عندهم ان هم اوريدي يبقى عندهم حقن الادرينالين لرحلات الخلويه. سلايد رقم 5 بتبين لك مثال للانجيوديما، ازاي ان في سوولن في اللبس وي اراوند ذا اي، ودي طبعا حاله انفلكتيك رياكشن. وقتها بقى بص لبقيه السكن هتلاقي عندنا الارتكاريا. مهم جدا في الارتكاريا تبقى عارف البرسيتيتنج فاكتور ليه، لان البرسيتيتنج فاكتور بعد ما انت تعالج الكيس لازم تعرف ايه البرسيتيتنج فاكتور عشان تتجنب تو افويد ذا ريكورنس of manifestation او urticaria disease. مهم جدا جدا تبقى طبعا في حاجات you can avoid، في حاجات يعني مش هتقدر، ولكن اللي احنا على قد ما نقدر احنا بندي نوع من التوعيه ان ده السبب في هذه الحاله. من اشهر الحاجات الانسكت بايت، ودي يعني بنشوف الامثله كتيره جدا في البراكتس. يقول لك والله انا رحت يعني كان في عزا في منطقه مثلا كذا، وسافرت سواء يطلع على منطقة ساحلية أو يطلع على منطقة ريفية، المهم هو عادي المدينة بستايل معين وجو معين، يطلع على مناطق الساحلية أو المناطق الريفية يفاجأ إن حشرة من الحشرات اللي هو مش متعود عليها في منطقته، يعني يحصل قرصة نحلة أو أي حشرة من الحشرات الصغيرة في المنطقة دي اللي هو راحها يحصل معاه الارتكاب. طبعا في هذه الحالة هنقول له إن أنت يعني قبل ما تروح المنطقة هناك ما تحاولش ان انت تعرض نفسك للحشرات، او تحاول تعقم او ترش المناطق اللي انت هتروحها، يعني ترش مولدات حشريه للمناطق والكلام ده كله. وبدا يطلع عندنا حاجات كمان، حاجات في الصيدليه انت ترش بيها جسمك قبل ما تروح المناطق مثلا اللي انت خايف ان تتعرض فيها بقرصات، او لو انت من النوع اللي لو اتقرصت قرصه من نحله او حشره صغيره ممكن يحصل معاك مشاكل كبيره. دراجز ومن اشهر الامثله والسلفا دراجز اللي هي سلفا دراجز اللي هي سبترين واخواتها والستازول، وبرده كلمه برايد، وكلمه برايد اصلا سلفانيليوريا برده يعتبر امتداد للسلفادراكس. ولو احنا فاكرين السفاجين برده من الحقن اللي كانت بتعمل ارتكاريا، بتعمل هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن فممكن تؤدي الى ارتكاريا. طب الحل ايه؟ الحل في هذه الحاله لو كان البيشنت او عمره ما خدها، لو كان عنده الهيستوري طبعا خلاص افضل، ولو ما كانش عنده الهيستوري وعمره ما خد الحاجات دي طبعا المفروض تعمل هايبر سنسيتيفيتي تيست لاختبار الحساسيه، او ان انت تعمل مونيتورنج للكيس او الستارتنج سيدرمز، يعني تخلي بالك وتدي القرص واحد كده وتشوف الوضع ايه، في تغيرات بتحصل ولا لا. الكروس اللي هي الول، بعض الناس عندهم حساسيه لما يلبس ملابس صوفيه، يكون مثلا يلبس ملابس قطنيه راح اشترى حاجات صوف، وتفاجئ الصوف من كتر الاحتكاك عمل له ارتكاريا. كيميكال اكسبوجر، ودي مشاكل بتقابل فنيين المعامل وال تكنيشنز ومصانع الصبغات ومصانع النسيج اللي هو فيها طبعات وصبغه والحاجات دي كلها. الفود، ودي بقى من الحاجات المهمه جدا 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 وما نستهترش بيها، لان في بعض الناس بس ياكل بيض يحصل له ارتكاريا، وفي يشرب مانجا يحصل له شوكولاته يحصل له ارتكاريا، ستروبيري يحصل ارتكاريا، ميلك يحصل ارتكاريا. واعتقد انا قلت مثال ان احنا يعني في حياتنا مر علينا حاله وفاه نتيجة ارتكاريا شديدة جدا كانت جزء من انفلكتيك رياكشن لشوكولاتة. واحد كان شوكولاتة وفوجئ ان هو عنده حساسية من شوكولاتة، ولكن كان تقريبا اتخطر في شوكولاتة معينة كانت جايله هدية وقدرا توفى. يعني دي كانت حاجة غريبة، ولكن ده نوع من الارتكاريا كان جزء من انفلكتيك رياكشن. التغير المواسمي، التغير المواسمي يعني حنال من الصيف للشتاء، ده دخول الخريف ودخول الربيع، تغيرات الجو دي كلها برضو من الحاجات اللي بتبقى تعمل بوتنشيال الالرجيك رياكشن.
اكسبوجر لطرد سخن ساقع. وفي بقى نوع من الارتكاليه كتير جدا اسمه فيزيكال ارتكاليه، وهو ان البيشنت بيبقى سنسيتيف لل يعني الانك انسايد ذا بريشر اوف ذا بن، يعني الانك اللي موجود في البن. يعني تجيب قلم كده عادي، الانك نفسه بجانب البريشر اللي موجود في الانك اللي في الاله نفسه، هو بيضغط عشان يكتب، ده بيعمل نوع من الفيزيكال ارتكال. يعني اللي هو بيكتبه هتلاقيه ظهر. لو بصينا لان السلايد رقم 8 هتلاقي ان هو عمل بالقلم بس عمل اكس، فظهرت الاكس، عمل كتب ال 503 ال 50.3، كتب كلمه ديرموجرافيز، المهم ظهرت في هذه الحاله. هذا النوع من الارتكال اللي هو نتيجه الفيزيكال بريشر مع وجود الانك اللي في البن، ده اسمه ديرموجرافيزم، وده طبعا بيسموه الفيزيكال ارتكاريا، وده كاركترستيك جدا جدا. التنشن والستريس اللي هو الضغط النفسي، ممكن مثلا في بعد حاله وفاه بعد ستريس شديد ممكن تحصل حاله الارتكاريا. من النقط المهمه جدا 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 ودي بتقابلك في الواقع العملي، ان كتير من الصيدليات سوري كتير من الاطفال تلاقي عندهم الالرجي دي وهم صغيره قويه. يعني تلاقي يقول لك اشرب مانجا يحصل له الارتكاريا، يشرب فراولة يحصل له الارتكاليا، ليتر اون لما يبقى مثلا في سن 7 سنين اند سو اون يفاجئ ان بدات تقل الالرجي. طبعا ده نتيجه ان حصل تحسن في الاميونيتي عنده، وبدا الجسم اوت جرو ذس الرجن، بدا يتعود عليها وبدا ان هو يتغلب على هذه الالرجن وما يحصلش معاها الارتكاليا. طب ازاي اعمل جود دايجنوز الارتكاليا؟ هتلاقي ان انت عندك الدايجنوز هنا بيعتمد على البرزنتيشن، وده الهول مارك، ده كاركترستيك جدا جدا جدا، زائد البرسبتيتنج فاكتور، وتبقى عارف البرسبتيتنج فاكتور. السايد بقى هيعتمد على حاجتين، اللوكيشن، يعني اللوكيشن لو هي جايه من حاجه سيستميك، يعني مثلا واكل اكله، فممكن تلاقي اتعملت في اماكن، يعني في اي مكان في الجسم، ممكن تبقى هي تريش تنتشر في اماكن كتيره. او لو هي جايه من اكسبوجر لمثلا انسكتسايد، انسكت بايت او ستينج اللي هي قرص النحله، او من كيميكال اكسبوجر، فطبعا هتبقى في المنطقه اللي حصل فيها الاكسبوجر. فاللوكيشن لابها ما هيبقى مرتبط بالحاجه، المنطقه تاني هيبقى اللوكيشن بيعتمد على هل هي سيستميك ولا هي اللوكال. لو هي اللوكال هيبقى السايت اللي اتعرض هو هيبقى الاكثر مكان عرضه اللي يحصل فيه الارتكاريا. لو كان سيستميك فتوقع ان الريش ممكن تبقى الاني سايتس وهي مالهاش مكان معين، ممكن تحصل على ريش تغطي مناطق كبيره من الجسم. طيب البرسبتيتنج فاكتور احنا قلناها، وطبعا تسال يقول لك والله ده انا اتقرصت، كان في قرصه نحله، لا والله ده في ضغط نفسي شديد جدا، لا ده انا حصل معايا اكسبوجر كذا، يعني تسمع كلام كتير في هذا الوقت. البرزنتيشن بقى دي مهمه جدا، والكاركترستيك فيتشر اللي بتاع الارتكاري اللي اسمها الويل، اللي هي ريد ديمتاس الليفيتد سكن، ريد ديمتاس الليفيتد سكن. الديمتاس ليه؟ ريد طبعا نتيجه الريليز للبلاد كومبوننت، وقدمتاس لان الفلويد طالع من البلاد بدا يخش منطقه السكن. الليفيتد ليه؟ لان الفلويد لما طلع من الكابيلرز بدا يعدي السكن. لو انت شفتها الارتكاليا في الصور اللي هي عندنا هتلاقي ان الفيتشر بتاعتها كاركترستيك، لو شفتها في البراكتس مره واحده عمرك ما تنسى. يعني بص معانا السلايد رقم 9، شايفين السكن بيبقى الليفيتد ازاي، وبيبقى تحس زي ميه متجمعه لونها احمر كده. ده هنا في السلايد رقم 10 لما قربنا الميكروسكوب او سوري قربنا العدسه عليها شويه، فهي طبعا مميزه لما تشوفها مره واحده مش هتنساها تاني. الارتكاليا لما بتيجي ممكن تبقى على هيئه باتش، وممكن تبقى على هيئه بنتب، يعني تبقى نقط صغيره مجمعه جنب بعضها، ممكن تبقى عامله كتل. يعني في السلايد رقم 10 السلايد رقم 9 اللي هو الجزء الشمالي عامله كتله كبيره، كتله كبيره جدا 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 في هذه كتله كبيره، فطبعا دي هنا على هيئه دينر بلات اللي هي بليد اللي هو زي لارج باتش، عاوز يوصف يعني انديكيشن عن لارج باتش. ممكن تبقى سمول سبوتس او بنسميها بنتب اللي هي اسمها سمول باتش، صغيره جدا بس كتير. بتبقى فيري اتشنج، دي مهمه جدا من الحاجات الكاركترستيك فيها، ان الاتشنج بيبقى فيها جامد وتلاقيه عاوز يهرش، وللاسف بقى الهرش ده بيزودها في الحجم، فتلاقي كل ما يهرش كل ما يضغط على الكابيلاريز كل ما يطلع اكتر، فتبص تلاقي بيبقى فيها تزيف. طبعا نقول ما تهرش بيها، كل ما تهرش كل ما هتزيد. هي بتظهر صادن وممكن تبقى واخده مساحه كبيره من الجسم، ممكن تطلق عليها كلمه تريش
فممكن يقول لك ارتكاريال راش مع دكاترة. المهم هي بتظهر صادم وهي ممكن لوحدها تخف في خلال 24 ساعة، سواء بالعلاج أو ممكن بدون علاج. احنا بناخد علاج طبعا عشان موضوع الشكل فيها وعشان ما تزيدش في الحجم. المهم يعني الحمد لله هي تعتبر مايلد لأن ما بتسيبش سكار ولا بيبقى فيها معها سكيلز، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيها فيفر، دي كاركترستيك فيتشر فيها ما فيهاش فيفر عشان ما حدش يخش يفتكر إن هي انفكشن فيها زي الحجم. يبقى تاني الارتكاريا تعرفها من البرسبتيتنج فاكتور اللي قلناها والبرزنتيشن اللي هي فكره الميل. لو شفت الميل مره واحده مش هتنساها، تبقى اتشنج جامد جدا وبيبقى عاوز يهرش فيها، وكل ما يهرش كل ما تزيد في الحجم. ما فيهاش فيبر، ما فيهاش سكيلز، لما بتخف ما بتشيلش سكار، ما بت... لا تترك سكار في هذه الحاله اللي هي الندبه اللي هي تغيرات اللون اللي احنا بنعملها. لو قعدت مع البيشنت الارتكاري اكتر من 6 اسابيع نقول عليها كرونيك ارتكاري. هل ده ممكن يحصل كرونيك ارتكاري؟ يعني هو ده مش كومن، ولكن بعض اللي في كلام ان بعض الحالات الايديوباثيك، بعض الانواع من الكانسر، بعض الحاجات اللي هي فيها اوتومين ديسوردرز في البادي قد يصحب ذلك كرونيك ارتكاري. بتبقى هي كرونيك ولكنها كونتونوس، يعني يعني مستمره معايا. وطبعا دي غالبا بتبقى اوتومين ديسوردرز. ممكن السايكوجينيك كونسبت واستمرار سوء الحاله النفسيه ممكن يؤدي الى استمرار الارتكاريا وتتحول من اكيوت الى كرونيك، ولكن موست كومن في الارتكاريا هي ان الحاله تبدا اكيوت. احيانا كتير جدا بتبقى في صيدليه قاعد وتتفاجئ ان جاي لك الام بابنها مثلا وتقول لك الحقني يا دكتور، شوف دراعي عجبني، وتبص تلاقي الارتكاريا طبعا كمان في الستيشن قويه جدا جدا. انت تحاول توصل للسبب، هتقول لك والله ده كان النهارده كذا، ده كان نزلنا بلدنا الفلاحين وتعرض لقرص النحله. يعني هتسمع الهيستوري وهتعرف من السبب انه مهم جدا موضوع الافويدنج ليتر اون. طبعا في هذه الحاله لو انت حاسس ان الام قلقانه والكلام ده كله، هنا التقييم على حسب الام. طبعا في حاجات ممكن تستخدم اللي هي كورتيزون او حقن الانتي هيستامينك. فطبعا المشهور عندنا في الصيدليه انت ممكن تدي افيل انجكشن، حقن افيل، او ان انت تدي اكسنسازون او فورتيكورتين حقن. ودي في هذه الحاله احنا بندي حقنه، ولو اختفت الارتكاري خلاص، لو ظهر تاني او قلل بس ما اختفتش ممكن ندي حقنه تانية. المهم الماكسيموم عندنا 3 ايام، حقنه يوميه لمده 3 ايام. طيب في حاجه بقى ممكن تبقى حل سهل جدا، بس اهم حاجه تسال البيشنت هل هو عنده دايابيتس او هايبر تنشن او عنده مشاكل اوستيوبروزس، لان الثلاثه دول مهم جدا تستبعدهم الاول. وان هي انك تدي ديبروفوسفودي اللي هي لونج اكتنج كورتيزون، ودي الحقنه بتعمل بروتكشن كفرنج ل 14 يوم. فالديبروفوس هتاخد مره واحده وهي بتغطي 14 يوم، فبالتالي محدش يدي ديبروفوس يوميا. ديبروفوس يوميا دي انت هتدمر البيشنت قدامك، انما الديبروفوس بتاخد حقنه يوميا وهي بتغطي 14 يوم. يعني لو قدرا هي كانت حاله من حالات الكورونيك ارتكاريا وكده، ممكن يدي حقنه مرتين في الشهر. ده لو كانت كورونيك ارتكاريا ويعني وفيها سبب مناعي، فكده كده الكورتيزون هيفيد في هذه الحاله. ولكن لو كانت حاله اكيوت، فانت لو تدكر ديبروفوس انت يعني هيبان للبيشنت انه حل سهل، انه مش هيرجع لك تاني غالبا، ولكن ومش هيشتكي وهيبقى مبسوط جدا. ولكن تكير من موضوع الكورتيزون وعلاقته بالدايابيتس والهايبرتنشن والاوستيوبروزز، ناكد تاني على موضوع الدايابيتس، حقنه الديبروفوس ممكن تبهدل الدايابيتك كنترول لمده من اسبوع ل 10 لاسبوعين. يعني بتدي حقنه الديبروفوس واحده تفاجئ ان البيشنت السكر عنده مش متظبط لغايه من اسبوع لاسبوعين، ودي طبعا مشكله كبيره، وخاصه لو كانت كومبليكيشن بتاع السكر موجوده بقوه عند البيشنت. ده طبعا لو انت عاوز تدي حاجات يعني اللي هي انجكشن، وده الافضل في هذه الحاله لو تقدر، عشان بس توقف الحاله على طول. ولا عاوز تدي اورال لو كانت مايلد ولسه في بدايتها، ولكن الافضل طبعا عشان الاكيوت اتاك والسيفير اتشنج يفضل ان هي تبقى حقن في هذه الحاله. اوكي دكاتره، وهي غالبا 3 ايام من حقنه الافيل او الديبروفول او الفورتيكورتين تبقى كافيه جدا 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 في هذه الحاله. بتدي معاها بقى اللي هو التوبيكال سيرابي عشان الاتشنج، وده اوبشنال وده مكمل، انما الاساس هو سيستميك مع دكاتره. فبتدي اوبشن مثلا ايه، حاجه بنسينول، زنك اوكسايد، كالاماين، اي حاجه بروتكتنت وملطفه عشان تقلل الاتش. طبعا لو كان لها بعد نفسي طبعا تقول له والله لو هو بياخد من الحاجات يعني الحاجات المهدئه ياخد حاجات مهدئه، ودي طبعا عن طريق الفيزيشن مش من. انما انا لو جاي لحد في الصيدليه هقوم جاي ادي له حقنه افيل مثلا ومدي معاها بنسينول، او ادي له حقنه فورتيكورتين ومدي معاها بنسينول، واقول له تابع لو اختفت اوكي، طب لو قلت ولسه ما اختفتش ممكن اديك
بكره حقنه كمان تحتاجها، ويجي تاني يوم ونشوف الرد الفعل ايه. اتاكدت مليون في الميه ان هو مش دايابيتك، ولا عنده هايبرتنشن، ولا عنده مشكله في الاوستيوبروزيس، ما فيش مشكله ان انا ادي ديبروفوس، ولكن يفضل طبعا ديبروفوس عشان لونج اكتنج ان هي تبقى عن طريق الفيزيشن. انا هنا بتكلم لو انا اجبرت ان انا اتعامل مع الكيس، انما هي طبعا نتيجه سيستم الكورتيزون فهي المفروض نوت او تو سي في هذه الحاله. الاهم بقى من التريتمنت هو البريفنشن، لان طبعا هو لازم افويد البرسبتيتنج ايجنت اللي احنا قلنا عليها. طب اثناء الاكيوت ارتكاريا نقول طبعا ما تاخدش الشاور بميه سخنه، لان الحاجات السخنه تزود الفازو دايلتيشن اكتر واكتر. وطبعا ريكومند الكولد او الكول ووتر كومبرسرز، لان الكولينج يعمل فازو كونستركشن، يقلل شويه الفازو دايلتيشن في هذه الحاله، يقلل الاكتيفيتي. وهنا من الحاجات نقول يعني ريح جسمك خالص، ما تحرش وما تحركش ايدك كتير، وفي نفس الوقت ما تاخدش شاور ميه سخنه، وحاول تتجنب السيلز. طبعا من الحاجات اللي بدا فيها الكلام كتير الكافيين، درينكس اللي هي الشاي والقهوه والكولا. ايه علاقه ده بالارتكاريا؟ يعني هو كتير يقول لك افويد، لان الكافيين وورس ذا ارتكاريا سيمتومز. في كلام بقى هل ان الكافيين كاكستراكت نفسه ساعات معاه جزء من الهستامين، ساعات هو نفسه يبقى الريتنت بتاعه السبيسيفيك ريليشن نوت نون قوي، ولكن الريبورتد في بعض الكلينيكال في بعض الكيس ريبورتد ان في يعني الناس اللي كانوا عندهم ارتكاريا وزودوا معدل الشاي والقهوه عمل زياده في المانيفستيشن بتاع الارتكاريا. فده طبعا حاجات احنا بنتحذر من نقول له قلل الشاي والقهوه الفتره دي، لان ممكن تزود لك السيمتومز وتزود الاتشنج في هذه الحاله. السلايد رقم 13 بتوضح لك الصور بتاع الادويه اللي ممكن تسهل برضه نتيجه احنا قلنا قرص النحله وقرص مثلا ممكن قرص الطنبور قرص النحله والكلام ده كله. يعني دي من الحاجات اللي اتعلمها في الفيرست ايد في هذه الحاله، ان ازاي اتعامل مع واحد جاي يقول له والله يا دكتور انا قرصت النحله، لو كان لسه مقروص حالا في النحله دي ساعات ممكن تعرض لها، يقول له والله انا اركب اتوبيس ان كان في نحله على ايده لسه قرصاني جاي لك. ففي هذه الحاله المفروض النحله لما تقرص بتحط الستنج زي تيوب سمول تيوب، والسمول تيوب دي بيبقى مليانه الريتن سبستنس من النحله. لو انت شايف الستنج هنا بقى دورك مش انك تعملها سكويزنج، لا اللي هو ريموف سمبل ريموفال بتويزرز اللي هو ملقاط او بالفينجر نيل او بصبعك كده تشيله، يعني تشيل اسمها الستنجر ده اللي هي التيوب اللي مليانه الريتن سبستنس، وليس ان انت تعملها سكويزنج او تضغطها للداخل ولا الكلام ده خالص. تحاول تشيلها وتحط انتيسيبتيك اورنتمنت زي ممكن تحط بنسين عادي، عاوز تحط حاجات اللي هي كراميسن مش مشكله سواء ده او ده شغال، وتعمل ابلاين لايس بيوبس اللي هي مكعبات ميه ساقعه مكعبات تلج، يعني حط مكعبات تلج عليها تعمل كولنج. يعني لو جه واحد وقال لك يا دكتور انا قرصت النحله وشايف الاستنج اللي هي التيوب السمراء الصغيره، تشيلها بلاط وتحط كراميسن او بنسينول، وبعد كده ممكن تحط عليها مكعبات ميه صح مكعبات تلج تربطها في هذه الحاله، بيبقى انف جدا جدا في هذه الحاله. الحاله الثانيه اللي معانا السيليولايتس، ودي الالتهاب الخلوي. طبعا سيل اللي هي الخليه، وايتس انفلاميشن للخليه. لو جينا نشوف الستايل بتاعها وطبيعتها هنلاقيها ان هي قريبه في الكوزز او الريزونز للديزيز بالامبيتايجو، اللي هي فكره بكتيريا الانفكشن من بكتيريا كانت اوريدي موجوده حوالينا، ولكن كان السكن هو عامل دور الجود بارير وكان بروتكتنت، ونتيجه ان حصل ابريجن او ديجريديشن للانتاكت نيتشر اوف ذا سكن بدا في هذه الحاله البكتيريا تخش وبدات تعمل المشاكل. بنفس الكلام زي الامبيتايجو كان نفس الكلام مع السيلولايتس، سبب المشكله هو الاستاف والاستريبتو، الاثنين مواد موجوده حوالينا في الجو بتقدر ان هي تخش في السكن من خلال الماينور ابريشن او الانجرز اللي موجوده في السكن. رغم ان هي بتعمل مانيفستيشن في السكن، ولكنها قد تؤدي الى ان البكتيريا توصل للبلد ومنها بتعمل ما يسمى السبسس، وتؤدي الى حاله من حالات الشوك اللي هي السبسس او السبتك شوك. ودي طبعا زي ما احنا خدنا لما درسنا الشوك قلنا السبتك شوك من اكتر حاجات اللي دخل الهوسبيتاليزيشن، ومن اكتر حاجات اللي بتؤدي الى الدس حاليا بعد ما كان الكارديوجينك شوك هي رقم واحد نتيجه
الادفانس في تكنولوجي كارديوجينيك قبل خالص، والسبتك شوك بقت هي رقم واحد من اكتر اسباب السبتك شوك. هي حاجتين، يا اما النمونيا او السيلولايتس. السيلولايتس لوحدها بتمثل 10% من الناس اللي بيخشوا حالات الامرجنسي او الاي سي يو في الهوسبيتاليزيشن. السبب في كده طبعا ان البكتيريا مش بس بتنافي السكن ليتر اون مع وزاوت تريتمنت ومع استمرار الانترانس ميل من البكتيريا تعدي الدرمس وتعدي كمان منطقة المصل اللي تحت الدرمس اللي تحت جزء الجلد، واللي بنسميها بنسميها ايه اللي هي اسمها يمر علينا، اللي هي اسمها سوبرفيشال فاشيا. دي اسم المصل لاير اللي تحت السكن، وبعدها بيبقى فيه البلاد فينيولز والفينز، ودي كلها دي بقى في هذه الحالة لو دخل لها البكتيريا تؤدي إلى بكتيريميا، وبعد كده سبتسيميا، وبعد كده الحاجات اللي احنا عارفينها في السبتكشن. أشهر الأماكن اللي بيحصل فيها المشكلة هي منطقة الفيس والليج والأرم. في الفيس مشهورة جدا في الفيس أوي، ركز على دي، مع مشاكل الأسنان. يجي يعمل مثلا إيه إنفكشن في السنة نتيجة تسوس مثلا، أو إن الدكتور مثلا عمل يعني بيلعب شال سنة اللي هو شال الضرس أو شال سنة وهو بيشيل، طبعا ما طهرش كويس. المهم حصل إن في بكتيريا دخلت، وإن البكتيريا دي أدت إلى السيلولايتس. في هذه الحالة بتلاقيها مورمة جزء كبير جدا من الفيس. ده يمكن الصورة الواضحة عندنا في السلايد رقم 18، ازاي ان هي كانت عمليات خاصة بالاسنان وتفاجأ ان هي في الاخر راحت عاملة مشكلة كبيرة في الفيس، ودي مشهورة مع دكاترة الاسنان. عشان كده لما يجي حد مثلا يعمل اي يعني ريموفال اللي هو ضرس او اي حاجة من الحاجات دي، في ساعات الدكتور لازم بيصر قبلها ان لو كانت هي تشو انفليمد ان هو ياخد جزء من الانتيبيوتيك قبل ما يعمل اي مانيبيوليشن في السكن، في سوري في السنه. وده طبعا من الحاجات احنا متعودين عليها. ازاي اعرف ان الحاله اللي عندي دي حاله سيلولايتس؟ بالنسبه لحاله السيلولايتس طبعا اول حاجه لازم هيبقى في حاجه زي ما زي طيب بالظبط، ان يبقى في برسبتيتنج فاكتور في هذه الحاله. من اشهر البرسبتيتنج فاكتور في الارم هتلاقي عندك الاي في دراج ابيوز، هتلاقي عندنا سلايد بتوضح الكلام ده هنمر عليها. او في الليج بيبقى كراتوليتك او بايوبسي. كراتوليتك يعني ايه؟ يعني مثلا دي حاله احنا شفناها، كان واحد عنده زي حبايه كده وهو استعجل عليها وراح ايه ما اعرفش منين من الافتاب يعني حط عليها ساليسيليك اسيد عشان يشيل الحبايه دي. طبعا لما شال ساليسيليك اسيد دخلت معاه على طول مين؟ البكتيريا. او اثناء عمليات البايوبسي لو هو عاوز ياخد عينه من اي من الجوينت مثلا في حاله الجوت والكلام ده كله، ممكن تحصل السيلولايتس بعدها. او ابريجن نتيجه الابريجن نتيجه يعني حكه في الارض، او نتيجه تروما، او اتشنج، او يعني كان في تانية الانفكشن بعد كده هو بدا يعمل اتشنج لها فبدات تدخل بكتيريا. او ساعات مع الدايابيتس، لان مشكله الدايابيتس ان النيرف مانيفستيشن بتبقى قليله، فهو مبقاش حاسس البيشنت في هذه الحاله بالبين، فبالتالي مش هياخد الاكشنز، فتفاجئ ان البكتيريا دخلت بدون ما يحس اصلا ان هو اتعور او ان في جرح حصل. طبعا لما الانسان بيتعور في الحاله الطبيعيه بيحس بالبين، فالبين ده بيخليك تاخد الاكشن ان انت تطهرها او تربطها او يعني تعقمها. ولكن في حاله الدايابيتس هو اوريدي عنده مشكله في البين سنسيشن، فبالتالي ما بيحسش بال. يبقى اول حاجه في الدياجنوز بتاع السيلولايتس ان انت الاول تبتدي تسال على الريسك فاكتور فاكتورز او البرسبتيتنج فاكتور ان ذيس كيس. تاني حاجه المانيفستيشن بتاع الارتكاريا. وجينا نبص المانيفستيشن بتاع الارتكاريا او بنسميه البرزنتيشن، هتلاقي الارتكاريا بتبقى من اسمها اللي هي مش الارتكاريا بس، يعني نتكلم على السيلولايتس، هتلاقي المانيفستيشن بتاع السيلولايتس هتلاقي بتبقى الرسيمة، هتلاقي في احمرار جامد جدا، وتلاقي الاريا بيحصلها سبريدنج. سبريدنج يعني ايه؟ كان الاحمرار ده في منطقة بدأ يحصل يزيد أكتر يزيد أكتر يزيد أكتر، بيبقى فيها وورمز، تلاقي المنطقة ده فيها بيبقى فيها سوولن، تلاقي هنا السوولن، بس السوولن طبيعته ايه؟ يقول لك ايه؟ كلها سوليد، هتلاقي الرجل كلها
بدأت تحس ان يعني الجزء اللي فيه الليجن بجانب الجزء كمان اللي بعده بدأ يبقى عامل زي صلب كده كأنه محجر. حتى يقول لك يا دكتور انا حاسس ان رجلي محجره، سيفير بين وسيفير تندرنس، يبقى سيفير بين سيفير تندرنس سوولن، وبيبقى تحس ان هو فيرم سوولن، تحس ان هي يقول لك محجره، بيبقى سخنه وبيبقى معاها فيفر لان فيها بكتيريا، بيبقى فيها لو خدنا لاب هنلاقي فيها الفيتد وايت بلاد سيل، يعني هتلاقي منطقه محمره وتلاقيها ورمه شويه، والورم بس مش في المنطقه الحمراء لا، وكمان منطقه السكن اللي حواليها، وتلاقيها فيرم، تلاقيها سوليد نيتشر، فيها تندرنس وفيها رسيم، وطبعا لونها بيبقى كاركترستيك جدا اللي هو لون الحمره مع دكاتره اللون الاحمر. السيلولايتس هيبقى فيه مرض تاني قريب منه اسمه اريسيبلس، السيلولايتس اللي هو الالتهاب الخلوي، والاريسيبلس اللي هو الحمره. الاثنين في ساعات كتير من الدكاتره يقول لك على الاثنين واحد، اللي هو ان هم شبه بعض وبيتعاملوا كتير مع بعض، ولكن في فرق ما بين الاثنين، ان السيلولايتس بيبقى المارجن بتاعها نوت اليفيتد، وبتبقى هي جايه في منطقه الديرمس، عكس الريسيبلس هتلاقي ان المارجن ما بين الهيلث سكين والليجن واضح ان في ان الليجن عالي مقارنه بالهيلث سكين. لا في حاله السيلولايتس هتلاقي كمان ان الليجن كمان داخل على السراوندنج سكينز، فتلاقي المارجن سكينز قصدي سراوندنج سكين، فتلاقي المارجن مش واضح في هذه الحاله في حاله سيلول. انما في حاله الريسيبلس المارجن واضح لان الليجن هو اللي عالي والهيلث سكين في طبيعته. الريسيبلس هتلاقيه داخل في منطقة الإبيدرمس، إنما هتلاقي السيلولايتس اللي داخل في منطقة الدرمس. مين اللي هتلاقيه أخطر؟ طبعا الأخطر في هذه الحالة هو السيلولايتس، لأن السيلولايتس هو المرضي، فالمرضي هو اللي بيبقى عنده قدرة أكتر على إنه يوصل ويخش لمنطقة المصل ومنها للبلد ويخش في منطقة سيستميك بكتيريميا، ودي طبعا الأخطر في هذه الحالة. هتلاقي مشهور مع موضوع السيلولايتس ان الدكتور عشان يتابع الحاله نتيجه ان هو مش عارف حد مارجن، تلاقيه جاي جايب القلم الماركر كده وعامل عند الحدود اللي هو شايفها على طرف يعني الحاجه، يعني مثلا نهايه المنطقه الحمراء، طبعا السكين مش عالي في السيلولايتس، الاثنين نفس المستوى، ولكن كل المنطقه ورمه وصلت وصلت ان، فطبعا الدكتور بيجيب قلم ماركر عشان يحدد المنطقه نهايه المنطقه الحمراء اللي فيها لون احمر عن المنطقه اللي لونها طبيعي، وبيتابع بقى هل هي بتزيد ولا بتقل. كل ما تقل كل ما هتلاقي ان الماركر بدا اللون الاحمر بيقل عن الماركر، كل ما بدا تزيد اللون الاحمر يزيد عن قلم الماركر اللي هو عامله سواء باللون الازرق او اللون الاصفر. ده حاله سيلول. طبعا الدكاتره بيعرفوها جدا، لان طب يجي له البيشنت بص رجله هي كلها محمره، وهنشوف المنظر حالا في السلايدز، كلها محمره تبقى صوره نشر سيفير بين سيفير وولفز فيها فيفر، بتبقى محجرة طبعا في هذه الحالة بيبقى الحالة أي حالة سيليولايتس وكده دكاترة. طيب لو جينا نبص للصور هتلاقي مثلا عندك في السلايد رقم 17 زي ما انت شايف حالة الحمرة، الاحمرار هنا واضح واللون جلد مش طبيعي اللي هي اريا، وبتبقى وورمز تبقى دافية والجسم هم بيبقى فيها فيفر، وزي ما انت شايف الترانزيشن من الهيلث سكين وبتاع ده مش عامل الليفيجن وان المارجن واضح، لا هو اللون واضح انما مش فارق مستوى سكن مع دكاتره. في السلايد رقم 18 دي في الفيس طبعا دي مشهوره مع الدنتال بروسيس. في السلايد رقم 19 عندنا حاجتين اللي على الشمال اللي فيها تحس ان فيها نقطه كده او خرق، ده كان نتيجه اي في ابيوز، الناس اللي هم مدمنين وبياخدوا حقن اللي هو الحقن المخدرات اللي بياخدوها بالاي في، طبعا دي ممكن يحصل معاهم براتيكاليا زي ما المثال اللي هو في الحاله على الشمال، او انه ممكن كان في خراج اللي هو بيسموها بويلز وتحول لتر اون الى دخل في بدا يحصل معاه سيلولايتس في هذه الحاله. طبعا من الحاجات المهمه عشان الحاله ما تزيدش ان مريض السيلولايتس تقول له برضو اللي هو البيد ريست اللي هو نو اكتيفيتي ريديوس اكتيفيتي والموبيلايزيشن، ويحاول انه يرفع الرجل اللي طبعا بيبقى فيها الم شديد، يقول له ارفع رجلك لفوق بحيث ان تقلل الاحساس بالسوولنج على الجلد على الرجل، يعني تقول له يعني ريحك خالص ما تتحركش، ودايما لما تيجي تنام حاول ترفع رجلك على مخده ولا حاجه تعلي مستواها شويه عشان تقلل الاحساس بالبين. نفس الكلام كان بدات الميه الساقعه هي الافضل، ولا بلاش الميه الشاور السخن ان ده ممكن يزود الارتكال. لو تلاحظ الحته دي
تزود السيلولوزيا مشتركه ما بين الارتكاريا والسيلولايتس اللي هو الريدوس اكتيفيتي والكول شاور او كومبريسورز، دي كلها ممكن في هذه الحاله تساعد في الموضوع. طبعا لو كان مريض دايابيتس نقول له جود كنترول للدايابيتس، لان انت المشكله ما انتش حاسس بالبين فمش قادر تاخد اكشن مثلا. طبعا الحاجه دي هي حاله نوت او تو سي لانها محتاجه سيستميك انتي بايوتيك، وهي لما تروح للدكتور طبعا الدكتور بيبقى عارف الوضع، هو قدامه حل من اتنين، يا اما يدي انجكشن ودي طبعا الافضل في هذه الحاله انه يدي انجكشن، او ان هو ساعات يدي تابلت وساعات بيخير البيشنت يقول له عاوز ده ولا ده ويشوف وضعه ايه. المهم العلاج بيبقى لمده تقترب من اسبوعين لمده 14 يوم. مشهور عندنا في البراكتس انه الدكاتره تدي اوجمنتين 1 جرام صباحا ومساء لمده 14 يوم، او تدي كيبوريكس 1 جرام صباحا ومساء لمده 14 يوم. طبعا في لو الحاله شديده بقى والكلام ده كله، الفانكومايسين ده لو كان في الاي سي يو داخل بقى في المستشفى نتيجه سيلولايتس وجسمه بدا يتاثر، وده طبعا لو كان بدات بدايات سيبسس، في عندنا الاريثروميسين والسيروكساسين. لو كان عنده الرجي للبنسلينز واخواتها ممكن في هذه الحاله ندي اريثروميسين، ممكن كليندامايسين في هذه الحاله برضه شغال معانا ما فيهوش اي مشكله. بجانب السيستميك انتي بايوتيك لازم ادي معاها انالجيسيك، ادي معاها ديكلوفينيك عشان البين كنترول اند سو اون. خلي بالك لو كانت بريجننت ما ينفعش السيبروفلكساسين او الكلام ده كله، يعني الخلاف ما بين هل هي اورال ولا اي في، كتير من الدكاتره بيفضل الاي في في هذه الحاله، ولكن او ممكن ستارتنج مثلا على الاقل يومين ثلاثه وبعد كده يقلب على اورال على حسب الحاله. الخوف بقى من السيلولايتس ان هي تقلب سيبسز، وقبل ما تخش على سيبسز بيبقى لها بعض المانيفستيشن ان هي ساعات ممكن تؤدي الى حاجه اسمها نيكروتايزنج فاسايتس. وكلمه فاسايتس كان في سوبرفيشال فاسيا اللي هي منطقه المصل اللي تحت السكن في الليج. قلنا في هذه الحاله لو بدات البكتيريا تخش بعد ما عدت السكن ممكن تعمل نوع من النكروتايزيشن، تعمل دس للتشو في منطقه المصل اللي تحت السكن، ودي تؤدي الى مرض اسمه النكروتايزنج فاسايتس زي ما احنا شايفين في الصوره السلايد رقم 22. هتلاقي في هذه الحاله ان بدا يحصل اسمرار في التشو. طبعا لما بيحصل الاسمرار الشديد اللي احنا شايفينه ده طبعا ده معناه ان في ديد تشو ديد ماسلز، فطبعا الدكتور لازم يفتح وينظف بجانب طبعا السيستميك انتبيوتيك اللي بياخدها. الدكتور طبعا لازم يفتح وينظف التيشو ديت لانها طبعا خلاص عشان ما تزيدش اكتر، وكمان عشان ينظف المنطقه من اي توكسيميا او اي بايوجينز موجوده. طبعا دي حالات بتبقى حاله من الحالات الخطيره لازم يروح الفيزيشن، ودي ساعات تحتاج برضو اي سي يو ومحتاجه سيرجري بسرعه اللي هو تنظيف وتطهير المنطقه، لازم يشيل التيشو اللي هو الاسمر الاماكن السمر اللي احنا شايفينها قبل ما تزيد من البيشنت في هذه الحاله. الحاله اللي كانت شبيهه بيها اللي هي الاريسيبلس اللي هي ساعات بنطلق عليها سوبرفيشال سيلولايتس، ولكن الاريسيبلس اللي هي لمظ الحمر، كتير من الناس لما تشوف السيلولايتس تقول عليها الحمر، ولكن انت تبقى فاهم ان السيلولايتس هي الالتهاب الخلوي مور ديب، والاريسيبلس اللي هي الحمره تبقى مور سوبرفيشال. الديفرنشيشن ما بينهم هم التشابه مع بعض في كل حاجه، الفروقات كالاتي: الاريسيبلس مور سوبرفيشال فهي في الابيدرمس، السيلولايتس في الدرمس. البكتيريا السيلولايتس لها تو تايبس اوف بكتيريا، ستراب ستاف وستريبتو، هنا الريسيبلس اللي هو دلوقتي الجزء هي ستريبتو فقط. السايتس يعتبر زي بعض، المارجن في حاله الريسيبلس هتلاقيه عالي عن الطبيعي، هتلاقي الجلد مش هتلاقيها محجره، عارفين كلمه الرجل محجره اللي بيوصفها السيلولايتس نتيجه ان هي فيرم قديمة، لا هنا مش هتلاقيها محجره، هي هنا يقول لك ايه نوت فيرم، هتلاقي الاستيك يعني لو ضغط عليها بتتنى زي الجلد الطبيعي. الريسيبلس فيها ميزه، فيها حاجه كاركترستيك جدا ان هي مشهوره في التشيلدرن اقل من 12 او الديرلي اللي فوق ال 60، فتلاقيها ما تحصلش في سن الادلت، فتلاقي يعني العشرينات والثلاثينات والكلام ده، برضه حاجه كاركترستيك لان لما تجي لك حاله عندها 35 وبتعاني من موضوع الحمره ده فانت غالبا هتلاقي ان هي افتكر ان الريسيبلس ما تحصلش في السن الادلت اللي هي ما بين 12 لغايه 60، هي مشهوره اقل من 12 واعلى من 60. الريسيبلس حاله مايل ما بتحتاجش 14 يوم في العلاج، ويكفي جدا ان انت طبعا هي في خلال يومين ممكن تختفي، ولكن يكفي جدا ان انت تستخدم الانتي بايوتيك لمده 7 ايام. طبعا هي برضه نوت او تو سي رغم ان هي مش حاله خطيره، ما بتوصلش للنيكروتايزنج
necrotizing fasciitis ولا تؤدي الى سبب ما يسمى عندنا السبسز. يعني برضه نفس بقيه الكاركترز هتلاقيها متشابهه مع السيلولايتس. في بعض كومنت ان السيلولايتس بيتب قبل ما تبدا بيصحبها اعراض شبيهه بالبرد اللي هي الفيبر والماليز قبلها بيومين. يعني دي ريبورتد في حالات كتيره من حالات السيلولايتس، ولكن دي ما يعني مفيش كومنت ده انديكيشن عن ايه، ولكن يعني من استكمال الديفرنشيشن ما بينها وبين السيلولايتس. السلايد رقم 25 بتوضح لك ازاي في الفيس. طبعا احنا شايفين ان الحالتين هي حالات الديرلي، وزي ما انت شايف الفيس تحس ان اللي بدأت في اللي بيشربه. بص كده على اليمين هتلاقي في صابع، الحته المحمره هتلاقيها عاليه شويه، والمارجن بص منطقه المارجن حتى عامل عليها علامه زي سهم كده، هتلاقي ان المارجن عالي شويه عن المنطقه الثانيه اللي هي الهيلث سكن. في الصوره اللي فوق على اليمين ما هي الليج، وشايفين ان الجلد نفسه محمر ازاي. هنا الجلد منطقه الليجن اليفيتد في السكن عن منطقه الهيلثي، والمارجن اليفيتد فادحه، ودي حاله مايل فادحه. العلاج شبيه تماما بحاله السيلولايتس، ولكن مده علاجيه اقل في هذه الحاله. ويعني نفس يعني انتي بايوتيك برضه بدل 14 يوم هيبقى اسبوع مع انالجيسك، تبقى نوف جدا جدا في هذه الحاله. اوكي يا دكاتره. طيب وكده نريح ونقول نص المحاضرة الأولاني، وإن شاء الله نجيلكوا تاني إن شاء الله.